اقول لي كان ده كلب جاله سرقه شلل تام ورمته في الشارع وطلعت تزعق في الناس في لايف وانا حره وانتوا مالكوا وانا رايك في التصرف ده كانسانيا حتى لا انا هم اول مره اسمع والله ما اقدرش اتدخل في حاجه بامانه حتى ما سمعتهاش وهي بتقول والله ما اعرف الموضوع طب عموما اللي عنده كلب ورماه في الشارع عشان كده لا بص يعني الكلب ده والله ده انا بقعد في مكان لو في عصفور اقعد اعمل لها كده الاكل وارمه لها قطه احط ميه لا دي روح يعني ممكن الروح دي اللي تدخلك الجنه ده بجد يعني اسباب صغيره كده ممكن نبقى معتمدين عليها ان احنا هوب ننط في الجنه فبلاش نخسر الحاجات الصغيره الخير اللي بنعملها بس اعتقد مع انا دلوقتي الترند اللي طلع برضه حط ميه للعصافير واصطادهم عشان الفراخ غلط انت مدي لا عادي كلنا الحمد لله بص السوشيال ميديا دلوقتي هي بقت مهمه جدا والناس بقت بتتعرف عليك من خلال الصفحه بتاعتك ايا كان على الفيسبوك انستجرام تيك توك ايا كان فهي عايشه معاك يوم بيوم عايزك تشوف بتعمل ايه رايح فين بتاكل ايه فانت دخلتهم جوه حياتك الشخصية وهم فرحانين بكده وانا بقيت من يعني ايه بقى ليا لينك مع الناس حفظتهم ليهم كومنتات انا بسمعهم فحاسة ان كل الناس دي كأننا عيلة سبحان الله يعني السوشيال ميديا قربت كل الناس طيب بأمانة وعادي لو كده بس هي الموضوع احنا غيبنا سنة فانا اعود الموضوع ماديا شوية بالتيك توك واللايف ولا لا لا لا, لا خالص ملوش علاقة يعني ده هيفضل على طول ده حتى على الانستجرام الواحد فاتح على الفيسبوك على كلنا ده لازم ده بص ده احنا اللي بنصرف عليها عشان تعمل دعاية ولو فيديو حلو المسلسل زي كده انا اللي بصرف عليها عشان خاطر يتشاف حلو فدي دعاية ووصول للناس اكتر فالسوشيال ميديا دلوقتي لازم تبقى عليها ولازم يبقى عندك فولورز كتير ولازم لا ده حياة تانية دلوقتي معظم المسلسلات اللي نجحت على ابليكيشن زي شاهد زي واتش يعني كله متحول يعني بقى دلوقتي 80% كله ماسك الموبايل قولي مين ما بيمسكش الموبايل في فنانتين ثلاثة كده مشهور عنهم من هم مرسلين قوي على تيك توك كده واي حد وبلوكات ومعارك ودنيا كده مش هنقول اسامي حد بس لا والله انا مش مركزة انا افتح اصبح على الناس كده وخلاص يعني طب بس لما بتلاقي حد بنفس منك بتتعامل معاه ازاي لا والله العظيم انا لما بلاقي يعني بفرح بالمقابلات بتاعت الناس وان هم شايفيننا لايف وبيتكلموا معانا بالعكس انا بلاقي ترحاب من ناس حلوه قوي وانا حبيت الموضوع عشان الناس حلوه طيب نتكلم بقى